بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن درسي يتراتو ترك حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. هديه متم هديه صلى الله عليه وسلم من مون رقعد تحكلانتو مقعدا مكلانتو محل فرد محل تحكلانتو لم يذكر رمذكرة الله مجيت فيه كمكلانتو يا كرينتو مجلس يا كرينتو رمذكرة مجيتو كانت إتميل عليه إلوك من الله كمجيتو تيرة ونسقاني. ومن اضطجع نمور تقرالو مضجعا ملالو لم يذكر الله رمذكر مجيت فيه كتريك كان اتمل عليه إلوك من الله كمجيت تيرة ونسقاني. حديثين حديث صحيح أبو داود بكيرو وغيره. حديث صحابي بكيلا من أبي هريرة رضي الله عنه، يعني من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص أسله من وتر يتير ترة، ومن قوله تعالى: ولن يتركم. نور تخلانتو محل مجلسي تزم ذكر مجيد سبحانه وتعالى كمجلس إيو يتميل من أمسقان يتميله. يسمى المهدي صلى الله عليه وسلم: من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي أفرد عنهما قتلا ونهبا. كان منذ أهلي مالي ومليزة رابط ترى من أمسقاني رادي ستنا مترمى صلى الله عليه وسلم نكو هداني مانا منذ إسلام ونفرماني أن يستغرق جميع أوقاته في جميع أحواله بذكر الله. ومنذ أحوالي ينتق واي نم ذكر موجه سبحانه وتعالى كذي ما يكوفتا نقول يا يمون تقرالو مهلا ملالو، يعني مضجع موضع النوم، موضع النوم من الاضجاع وهو النوم، من الاضجاع وهو النوم. هذه يمون تقرالو هم ذكر مجيتو يتميلني يتميل نسقاني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نقهدم رمي صلى الله عليه وسلم ما جلس وكلامتي قوم وانرو مجلسا محل مكانته لم يذكر الله هم مذكورين مجيد سبحانه وتعالى فيه كمجلس إيو، ولم يصلوا هم صلي لي على نبيهم إلى متون صلى الله عليه وسلم إلا كان إلا إتم للا عليهم إلياه تيرة ونسقان. فإن شاء مجيد تسول سبحانه وتعالى عذبهم تكو عذبا تكو تملون، وإن شاء غفر لهم مجسولا تكو غفر الله نكاك مشيئة الله وامون. صحابي حديث إي
فكيرنا يعني أبي هريرة رضي الله عنه. معناه فإن شاء عذبهم على تقصيرهم بعدم ذكر الله تعالى. يا وقبل شيزو ولا سيرو ذكر مجيده كأيوم مجيده بعذبه سبحانه وتعالى. أم بمعناه بلا سلم رمى صلى الله عليه وسلم. نمجيده في سورة نامو تقوى غفر الله فضلا منه ورحمة. ستينا إتشوان روكالينتي كم ذكر مجيده سبحانه وتعالى كتمجلس إيو ومكرك أنسقان بل يكو ما لك عذبوه نكتا مشيئة الله يمو بس يوان روح كلامتو محالة هلا نوة كل اللبي اللي هي بغشوه هلا نوة فرجش نوة وكذوة وتكوة وبشلتوة نوما حتى يدعى يا آخري كفارت المجلسة وصومي سلواني يتكوية كتاج مانا شو إيشي يتكوية حسن مسلم يتكوية كمانا جاب إيسا مجلس يا كريم تو لغو يا بكذير وما نمزح يا كذير لأن ينتي جواب آخر سورة الدعاء يا كفارة المجلسين ذنب استغفر الله جوا لكن إكرين تان ركض كروه مجيد سبحانه وتعالى رسل الله مطرم إكرين تان إك بشيل مكيل لا إتشيل لا إلا وانجينا ني أمنسقان إبوتيلا ني كتكتري يكون مجيد كا جابوئي ومجيد كو عظيم راو نكون حديثي ني حديث صحيح ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم وتزكم ذكر مجيد وتزكم سلم ثم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يتقوى الله ونسقان فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم مجيد في سورة وعذب في سورة غفر الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. نقدم ثم صلى الله عليه وسلم ما من قوم رواكوان يقومون وتقسمامو من مجلس محل مجلس محل إكرين طيب مشرين طيب كذيلة إن أخسرموه لا يذكرون الله هم ذكري فيه كمجلس إيو مجيد سبحانه وتعالى إلا قاموا إلا وتقسمما عن مثل جيفة حمار مفانو يا بخت يمبونرا مبونرا يبخت شيرو الفونرول إيو كوان وكريمتو وبشريتو نانكو أنرو شيرو ننبنا إيو إلا قاموا إلا وتقسمما عن مثل جيفة حمار فانو يا بخت يمبونرا الفونرول وكان لهم إتقوى ويللا حسرة شلائهم تقياما يعني أي الذين يقومون عن مجلس فيه جيفة حمار نكنا وان وسميمو محل وكريمتو مجلس يكون بونرا يبختشلو يعني هوا فتري إلا وتقبراني الفونر وتقبرو إلا الفونر إلا روائح ممتنة كريهة مضرة ولا يقومون إلا وهم بندامة وحسرة هو صمام إلا كمشلائنا ميوتو فكذلك القوم الذين يقومون عن مجلس بغير ذكر الله تعالى ناو أنرو كنتو محلائي كرينتا ينرو شلا بلا ذكر مجيتو ناو هوا أفضل إلا وتخبرت ما الذنبيا وكسبيتو نا لغوية كودي نا تشينتو ودبو نا كتا قد مناي هوا الزولتي كتا أخيرا نواشكو موا نينا داما يتاكو ستنا مناي ني جواب سو سحري ومهالا جس إي شو مناي شلبيني شلانتيني نبشرتو ونتكو نلبانغنو بيلا كذكرو مجيتو بيلا سلوم ترمي سو جواب سحري إستنا إنا كانت أبا أذكاري يمون تواي أنرو شري تواي سسمو شري ككاو سنزين أذكار الاستيقاظ من النوم يعني أذكار سموه مون تواي أنرو شري سسمو شري كاو سنزين أنرو شري كواداني يا كان رسي واحد
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد مهات لله عند مجيد الذي مجيد سبحانه وتعالى أحيانا فنزو سحي بعدما أماتنا بعد أي شبليلو وإليه نانكو نكاكي النشور وففلو نكاكي نانكو مونو بعد أي كون روكا مقتعينا كلالو مبيري تحكم بكلاني كفا ومونو تا كفا تحكم بكلو إتشواي مجيد مونو شيزي أونو شيزي نانكو تحكم بكلاني كواي مونو شواي فيدي نانكو أخيرا تحكم فلو وتحكم اللو إذا تينو هدواني النوم أخو الموت يو سينزي نين رويا موتي لكن أمور في لوتو إتو أمور أن رشي أولا وقبل كل شيء تقدن الحمد لله ما حاتنا مجيد سبحانه وتعالى الذي أحيانا شفين زحيي بعدما أماتنا بعد أي تبليلو وإليه نانكو نكاكي النشور حتى سنانكو تواسي تشفيه وففرو نكاكي صحابي الحديث هو حذيفة ابن اليمان والبراء ابن عازب والواو بوكيلو رضي الله عنهما نحديثي ناون حديثي صحيحة ما صحابي أو بوكيلو البخاري وبوكيلو مسلم كهدان امترون صلى الله عليه وسلم مونة كهدا جسيبا الحمد لله يحمدي نوصف بالجميل على الجميل على قصد تعظيم مع المحبة وقيه هو الثناء بيزا يختصر له تقوى دمهات النموجيت سبحانه وتعالى قوله بعدما أماتنا المراد من هذه الإماتة النوم بعدما أماتنا إينيو النوم ومشي لا لا كان مرفيله وقوله وإليه النشور نيو الإحياء للبعث نمون خفلوه كقصة بعث يوم القيامة يوم القيامة فنبه صلى الله عليه وسلم رمكم بشزوانه بإعادة اليقظة بعد النوم يمون ركوائي بعد ذلك مجيركم سمشة الذي هو موت على إثبات البعث بعد الموت هو ويكو مون ركوائي فيني تغفر له دعا يبيلي مون ركوائي تقدني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي دعا يبيلي وسموا كتمون شوائس سمو شيء رشده كتوسن زيني ندعائي تقعد لا إله ركو معبودي وعبد الوك حقي إلا الله إلا مجيد سبحانه وتعالى وحده نيبيك سبحانه وتعالى لا شريك له حال عين رنا شركنا مونه سبحانه وتعالى له الملك من من ذاك ملكي وله الحمد مهت ذاك وهو مجيد على كل شيء قدير كل شيء مجيد قدير سبحانه وتعالى سبحان الله طهارنا مجيد والحمد لله مهت مجيد ولا إله رك معبودك عبد لك حق إلا الله إلا من نبي والله أكبر مجيد ديم كل سبحانه وتعالى ولا حول سنحيلا سنحيلا يا من سول فنحيلا ومن كويتنا كويتا نعفي قادر ولا قوة سنا غبو يا من كدفع الروحية إلا بالله إلا كما عون يا مجيد سبحانه وتعالى ككالبي العلي أكويلو العظيم ولم كل رب يغفر لي موجن غفر الله ذكر يبيله سموه كرك بعد مون توايس سمو شيء عن رشيخ أو سنجيني نئيو نا حديثي ما أنا يمتلم هديد آخرية من قال ذلك غفر له فإن دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل صلاته بوكيروس البخاري نسحابي حديث بوكيلا نعباد ابن الصامت حديث مون تقدر جسيو غفر الله ذنبي ستغفر له فإن دعا تواس من الدعاء استجيب له تكجبوه فإن قام تواس ميمه
فتوضأ توليلة ثم صلى سليلة قبل صلاته صلاة تقبلها ترمنك هذا صلى الله عليه وسلم دعا يبيل إيو بعد مون ركون ركا إيش وعيس وميري ذنبي ستغفر له إيش وسميري دعا تكجبوه اشتغل تسلى صلاة تكجبوه ستين لا إله إلا الله ني كلمة توحيد ماني بالإجماع وهي مشتملة على النفي والإثبات يكون من غنيزني نكو أنفي شينرو ما نكو أنفي شو شينرو ما إثباتي نكو أنفي شني لا إله نيو نفي للألوهية عن غير الله نكو أنفي شا ألوهية وعبادة ريكو ركمون رو عبد الله ركمون رو يستحقو إلا الله ناون إثبات الألوهية نختم بتنكو عباد دناني من نبي سبحانه وتعالى ستينا بهاتين الصفتين صارت كلمة التوحيد والشهادة بيلو ستينا إيه خبر لا خبرية التي نفي الجنس نيو محذوف تقديره لا إله حق رك معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى لا شريك له لتأكيد لقوله وحده لأن الواحد لا يكون له شريك له الملك الملك بضم الميم يعم والملك بكسر الميم يقص ملكي نملكي ملك جهدوه بضم الميم نعم هو عمم ملكي ناو بكسر الميم نخاص وله الحمد جميع حمد وثناء وانتهم سيفو أهل السماوات والأرض سبحان الله يعني سبحان نعلم للتسبيح يعني تقديره تقديره نيو معنى أبا يكوني معنى إنس بشيزة وانتصابه بفعل مضمر إنس بشيزة كفعل قرشيزة إلى السلة تقديره أسبح الله سبحانه نم صبح مجيد رمي وطهارا باكي سبحانه وتعالى بمعنى تسبيحا نقول اشكري لنا من ثم نزل سبحانه منزلة الفعل فسد مسد ومعنى التسبيح التنزيه لموجيد الطهيروة عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحب والنقائص مطلقا مطهارا مجيد سبحانه وتعالى قوله الله أكبر أي هو سبحانه أكبر وأعظم من كل شيء دي مجيد كل من كل شيء قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله نفهدني لا يتوصل إلا تدبير أمر يعني لا يتوصل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا بمشيئته ومعونته هاش قادر كم مسيح ما نيك واسيك ومولة أمر أمبوك بدل حال إلا كمشيئة يمجيت سبحانه وتعالى نوم تقول ربي اغفر لي ربي استر ذنوبي موجة ذنب الزقرشة موجة غفر الله ذكر يتراتر الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره الحمد مهات لله عند مجيد سبحانه وتعالى الذي مجيد عافاني في روم أفيا في جسدي ككملونغويا ورد رد لي علي روحي روحيا وأذن لي انت اللهم نعنكم أنا في روم إذنين بذكره منكم ذكر مجيد سبحانه وتعالى نكو هدى نترم صلى الله عليه وسلم حديث إيو نترمي بكيلو نصحيح نحديثي سحال بكيلو المنيني أبو هريرة الحمد لله الذي عافاني في جسدي من المعافاة وهي دفاع الله تعالى عن العبد الأسقام مجيدكم دفاع إلى نمتلعنا به نما ردي نما صائبة موجودكم حفيدة من الهوان والحشرات وطوارق الليل انتكم موجود نوت عمرين إذا تينا
رد علي روحي يعني مجيد سبحانه وتعالى ما حتن داكي تدلومي روحيا بيومي أفيك كما نقول نانكو مني يسر وسهل لي ذكرى يذكر مجيد مجيد كواين أو سهل فقوين سهل يناو مني نعمة الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره نيدو آية تاتو كتمنى الكار النوم يعني نكاك آية يتكازو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في اختلاف الليل يا إن في خلق السماوات أنا يلومبو لكوزيم السبازي والأرض نانتي واختلاف الليل والنهار ما مسكون مونتي واو معنى إن خلافنا إن قبضلنا مرأيه يو مرأيه لو لآيات إيوه كرك آية زيمو آية هونيشو إن كونيشو يدل ومجيب تريبيك سبحانه وتعالى منك قدري كتنا تصرفو لأولي الألباب لكن آية إيو معنى إنك كوانو رزو آخرين الذين أود يذكرون الله هم ذكر مجيد سبحانه وتعالى قياما حالنا وسميم وقعودا وكليمت وعلى جنوبهم وليل ويتفكرونه فكر الله في خلق السماوات والأرض لوم لكزم مانت وهو هدتنا ربنا موجا ما خلقت ركوبا هذا مخلوقات إيه باطلان كما تزركم بل حكما كل يمو سبحانك وطهارا باكم موجا فقنا شوكره عذاب النار عذاب يا ملو ربنا موجا إنك ومن من روابه تدخل النار تمثل ملوني فقد أخزيتهم دل شيز أجو وما للظالمين نوانهم الظالمون تورنا وانهم الظالمون من أنصار مونك وغرقارا ونرمولوني تورنا ومونك وغرقارا ربنا موجا إنا ناسي سمعنا أشك سيزي مناديا مونك نقناديشو ينادي نقفلوانو للإيمان كإيمان نمتر صلى الله عليه وسلم نقدر أمره أن آمنوا ممنيني بربكم مجير سبحانه وتعالى فآمنا شقمني لموجا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ذنب زيت موجة غفر لي وكفر عنا تستر لي سيئاتنا عمر يتم بفو وتوفنا موجة تبلي مع الأبرار طمونا وان رباري ربنا موجة وآتنا شبه ما يابي وعدتنا شلوسي بلاني على رسولك على ألسنة رسولك ولا تخزنا موجة سيكي دلشي يوم القيامة تقيامة إنك موجوي لا تخلف الميعاد موجوي وخالف بلنيو فاستجاب لهم مجيت وجبير سبحانه وتعالى ربهم مجيت وجبير مجيت وأنبيه أني كوامي لا أضيع سباشي عمل عامل مورفنز عملي منكم كتركين من سباشي عملي من ذكر أو أنثى نبي مبلي نبي موكي مون تفنيو عملي مي عملي سباشي عملي جيما يفنيزو مي سباشي بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي قاسا ونروا مهاجرين ولزلوك كبجنبياو وقبيلك كبلا مجيتو وقاتلوا وبشيلوا زيتنا مكافر ونناو وقتلوا أبليلا لا أكفرن متك وإسترلا عنهم سيئاتهم ذنب زاو ولا أدخلنهم تقوتلا جنات جنة تجريهن من تحتها الأنهار غبي ثوابا لثواب من عند الله وكبجيتو والله عنده حسن الثواب نمجيتو من يكاكي ويري ثواب سورة لا يغرنك اسو كدشا بيبرم صلى الله عليه وسلم تقلب الذين كفروا وقد قدكوا يوزونه في البلاد كتن مرمي متاعون الراحة قليل هبة ثم مأواه مكر ياو نجهنم وبئس المهاد
لكن الذين اتقوا ربهم وآمنوا ربهم المدير سبحانه وتعالى لهم وناو جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا ما هو نبيقشو إبيرو من عند الله مدير وما عند الله إجي إبله مدير خير ديو خير للأفراد كوان ربارك وإن من أهل الكتاب كوان أهل الكتاب وموان لمن وكو وموان يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله نوان ومن يحامنوا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هو بدل آيات مجيد كثمن هبة أولئك أو لهم ونايو أجرهم أجر زاو عند ربهم كمجيد إن الله مجيد سريع الحساب حسابي مجيد نوبيسي سبحانه وتعالى حسابي نوبيسي يا أيها الذين آمنوا اصبروا صبرا وصابروا اصبروا صبرتان وصابروا شنو كمان عن الصبر معنى نين وزوج وسرجين كصبر وزوج وكا وكمان يبغى كفر وانا كبيجو معنى وانا كدفاع عن دلالة الشيطان طاغوتي وانا صبرتا وسرجين انا وانا صبرتا ورابضوا ضربتلاني جرزاو واتقوا الله هم شنو مجيد لعلكم هنا تفلحون في اللبانة رادي آية إذن هنزوا رمكو تكنزا إن في خلق السماوات إلى آخر السورة سورة آل عمران معناه إن آية من 190 إلى 200 إن كرك أذكاري خصموا بعد مون خصموك خوص نزين تصوموا ستين آية هماني هشكو فصلها ك لمني لكن شبسيرتو كإلجسي من إمراد تصلواني ويبشوا أنا شكو سنزين تصوماني يكانا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يبيلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي يتراجع الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره يعني تكانزة آي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة إني أذكاره سموه بعد مون ركوايس سمو شده كفص الزين نوما بعد مون ركوان ركا سماع الدوء أيو ستين سقبلان غوزين سيد دوء مرأي دوء أيو كنا سموه دعاء لبس الثوب ني دعاه سموا مختمون قبلنقوه الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد مهاتي لله إن مجيد الذي مجيد كساني بشزومي هذا الثوب نقوئي ورزقنيه رزقي رومي نقوئي من غير حول فشبحيلة مني إلوك كاكا ولا يقوم بشو موفو سوكام بشكام موفو بشك حيلة لا نيكا مانايكا قدرة مجيتو كإدنية نمجيتو ندين مانايكا فضلية من فيومي نقول إيه سوكا موفوزا ولا سوكا حيلة يا الحمد مهاتي لله إن مجيتو الحمد مهاتي لله إن مجيتو الذي مجيتو كسانم بشزومي هذا الثوب نقول إيه ورزقنيه رزق رومي قوئي من غير حول فشبو حيلة من غير حول مني فشبو حيلة ولا قوة فشبو نقوه مقتبتين رشلو بعد ذلك سمع دو عزاز شبسلو نسلق بلانقو وزاوي دليلوك بديلا تكو هذا الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إيسا تينا إيشوالنا كبانقوهم بينا سي دعاي دعاء لبس الثوب الجديد نقوم بيه شانا كفارا دعاء سمو وسي اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له اللهم موجا لك الحمد ما تنداكو أنت انديه كسوتنيه بشزومي أسألك نقص آلة موجا من خيره نخيره وخير ما صنع له خير في نبيزة
وأعوذ بك من غنى فنجلو من شره نشره وشر ما صنع له نشر يا ابن ريزا. والله أعلم.